السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. يعد ظهور الشعر الأبيض هو عنوان الشيخوخة، بل أصبح شيب الشعر مشكلة للشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 30. ومن أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لتغميق لون الشعر هو استعمال السمسم. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى نصف كوب من السمسم الغير المحمص، ونحتاج إلى كوبين من الماء. بالنسبة لطريقة التحضير، نقوم بوضع نصف كوب من السمسم في كوبين من الماء، ونترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن 10 ساعات. بعد تركيه لمدة لا تقل عن 10 ساعات، نقوم بوضعه في إناء زجاجي. يوضع هذا الخليط على الشعر وفروة الرأس ويبقى لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء العادي، فهي تقضي على لون الشعر الشايب وتزيد من سواد شعرك. دومي على هذه العملية كلما أردت الاستحمام. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوصفة، شكرا على تتبعكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناة للتوصل في جديد القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقع عين-مريم.com، أيضا موقع شيوتي.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.